خليه مرتاح. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله يعجبوا التتبعين ديالي ويكون زوين ان شاء الله. مدينة تيفرت شكون وصلنا لها وزرنا المكان ديالنا. يلا التحية للمري. وكنتمنى ان شاء الله اي حاجه درنا تكملوا علينا وشكرا لكم بزاف وبغيتكم ولينا كنخرجوا راكم في حال الله لانكم كنتوا وصلتوا لواحد البلاصه اللي كنا ما كنعرفوش فيها الله يخليكم لينا يا رب. تحياتي لكم. السلام عليكم وبركاته. سنابيل شي كلمه سنابيل. لكن ما نساوش اللي خطي السنابيل صراحه هو ديما كنقول فوق قال الديريكتور ديالنا الحمد لله الله يكبر بك السنابيل بقاو معنا خويا حسين غنوريوكم النهار هذا كيفاش غادي يدوز غيكون دوير غيكون حسيني والعربي سواي شوفوني شوفوني على بالك يا صاحبي شكرا لكم على كرم الخير شكرا لكم اخوتي على الوقت معنا مسجلين اي حاجه كيشاركوها معكم اليوم احنا غادي العاصمه ان شاء الله الله يكون وتحيه سيدي لكم ودعوه معنا وتحيه لكم علينا اخوتي شكرا لكم. انا مختبئه شنو عاودت كذلك دابا انتما كتشوفوا في الطياره ديالنا المهم قسم الله حنا تنشاركوا معكم فطورنا بسيط فطور عادي ديال المغاربه ديال اي واحد فيكم مسافر حتى لقينا في تيفلت الحمد لله تيفلت تيا ناس طيبين ناس زوينين تلاقينا متبعين ديالنا الله مساك انت شديت في هذه السيده دابا حنا ان شاء الله غادي نفطروا نقسم الله عز وجل ولا شي دوموند على نقسم دابا السي محمد عصير وندو على سيباري انا والعربي خصنا ياتي حنا غادي نفاتي انا غادي نشوف ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفيديو هذا يعجبكم ديالنا ان شاء الله وخلي حتى يجيبوا لنا راه ما غادي يجيبوا لكم باكيت ويجيبوا لكم قلنا لي تيبال ما لقينا تيبال هنا شنو تيديروا خوتي دابا هنا ماشي بحالنا دابا حنا فاس هنا تيجيو لباب القهوه وحاطين مساكن العيالات حاطين الفران والعجينه ديال الصبار كتصبر الله يسهل عليك اي واحد وكتقرص تما وتتحط وتعطيك اللي بغى يدي شي حاجه يدي ماشي بحالنا حنا في فاس المحلابه ولا شي قال كاين المحلابه ولكن كاين قدر نجيو معاه بلا عليا على جاتنا فرماج وكل شيء ان شاء الله نتمنى شي ان شاء الله شكرا لك شكرا لك كثر خير الله يخليك صافي واخا شفتو معكم معصر حركوا هذا راه طلع الفوق سوله سوله كاينه جيبوا داك اللي كيمسو واش عندك ما كيقولوا بارك بارك من وجهك عربي عربي
ولا ديما ما فيش يفطروا في هذا السوق، هذا ما فيش كيفطروا. عطينا تسباق مكرب بالدراري تفطر. شحال الساعة؟ شحال الساعة؟ دابا 9 ونص. 9 ونص. يا راه مازال الحال في قناة الصباح. مريم كانت ما بغاش تجينا خالي، هذه مريم راه جبناها بالدراري. والله بغيتي تزنيوك من الناس. ما بغيتي تنزل من العرس بحال تنزل. قال لي بخوشه بتاع هذا. والله الا خلعني والله العظيم والله سولو. قال لي مريم. السي محمد. وكنت شكون نوضكم؟ السي محمد اللي نوضنا. السي محمد اللي نوضنا. يا نتمنى ان شاء الله. انا اصلا ما كنتش اولا من ان شاء الله فطورنا هو هذا. نفطرنا يا شباب بسم الله. ترى السنابي وسنابي عطيهم الكلمة صافي. ولكن تيبقى والله العظيم أنا تنقولها ونعاد الفضل تيبقى النبي. نبي تشكر. المشاهدين ديال عمي الطيب وراكم عزاز. إوا ما تنساوش اللايك في اللايف. ودخلوا عند النبي. دخلوا عند النبي. بسم الله. فيديو. فيديو واش هذا عبد الله اللي يكون دار اللايك. كنساونا من اللايك عمي الطيب. كينسى. ياك. اللايكات كينسى والله إلا تنقولها. هذوك لي لايكات الحمار دائما تتنساوهم، ملي كنكونو في اللايف كتنساوهم، حتى في الفيديو تتنساوهم. نتمنى ان شاء الله ان اي واحد دخل يتفرج عندنا الا يدير داك اللايك، الناس ديالنا اللي تيتفرجو يعطونا لي لايك ديالهم، يعطونا البارطاج ديالهم، اللي ما دارش ابوني داك الجرس، اللي ما دارش الجرس يدير الجرس، باش اي فيديو حطيناه الا غادي يبلغ عندنا. تنشكر المستثمرين كاملين كل ما كانوا في العالم، اللي في المغرب ولا خارج ارض المغرب، خوت الجزائر كذلك، تحيه للاخوه في الوطن، لكل العرب في السعوديه، في الكويت، في سلطنه عمان، في البحرين، في تونس، في كل العالم العربي تنشكركم. كل مرة تنقول.